بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم إخواني على قناة من حقك أن تعرف. اليوم في هذا الدرس سنتعلم كيفية استرجاع غاز التبريد في المكيف، يعني حصره في الوحدة الخارجية لقيام بأعمال أو تغيير مكانه ليبقى الغاز معك في المكيف ولا يضيع معك بطريقة بسيطة جدا. أول شيء يجب تشغيل المكيف على وضعية التبريد. كما تلاحظون نشغل المكيف على وضعية التبريد. في وضعية التسخين لن يسترجع معك غاز التبريد، يجب أن يكون في وضعية التبريد. نضعه على درجة حرارة منخفضة مثلا 16 درجة أقل درجة ونشغل المكيف. ننتظر، ستشتغل معنا الوحدة الخارجية في الخارج. كما تلاحظون نسمع صوت المحرك قد بدأ يعمل واشتغلت الوحدة الخارجية، اشتغلت المروحة والمحرك أيضا. هنا أنبوب الطرد والأنبوب الكبير هو أنبوب السحب، يعني رفولمو إي أسبيراسيو. الأنبوب الصغير هو الذي يخرج الغاز والأنبوب الكبير هو الذي يرجع منه الغاز، غاز التبريد. هذه الساعة أو المانو هو الذي يقوم بقياس الغاز. هذا نوع الغاز يوجد هنا حوالي 7 أو 8 بار. الغاز نوعه 710 R410 إخواني. إذن لاسترجاع الغاز، غاز المكيف، وحصره في الكمبريسور أو في الوحدة الخارجية، نقوم بغلق الأنبوب الصغير الرفولمو أو الذي يخرج الغاز، نقوم بغلقه أولا. وهناك من يقول أن الغاز يأخذ وقت كبير لاسترجاع. ستلاحظون في الكرونو كما تشاهدون هنا الوقت لن يستغرق أقل أو أكثر من 10 ثواني أو 20 ثانية، كما تشاهدون هنا إخواني في الساعة التي تؤشر إلى استرجاع الغاز وصل إلى الصفر في حوالي 20 ثانية أو أقل من ذلك. العملية بكاملها لن تستغرق أكثر من دقيقة. بعدها إخواني نقوم بغلق الأنبوب الكبير أو الأسبيراسيون أو الأنبوب الرجوع، رجوع غاز التبريد، نقوم بغلقه بالكامل. كما تشاهدون هنا دقيقة لم تنقضي بعد ونحن قمنا بالعملية كاملة. بعد الغلق لاحظوا هنا إخواني المؤشر رجع إلى الصفر، معناه أن كل الغاز رجع إلى المحرك الخارجي أو الكمبريسور. نقوم بإطفاء المكيف هنا. ونقوم بفصل التيار الكهربائي عن المكيف لنقوم بفتح الأنابيب، والغاز سيبقى محفوظ في الكمبريسور أو الوحدة الخارجية ولن يضيع معك إذا كنت تريد القيام بأشغال ترميم في المنزل أو أردت تغيير المكيف إلى مكان آخر. ستحافظ على غاز التبريد ولن يضيع منك. إذا كنت كان لا يتوفر عندك هذه الساعة أو المانو الذي يقيس، يمكنك القيام بالعملية يدويا و ستقوم بها بشكل عادي بدون أي مشاكل. بعدها سنفتح الأنابيب ونجد أنه لا يوجد غاز، قد تم استرجاعه كامل إلى الوحدة الخارجية في الكمبريسور، ويمكنك إعادة تركيبه في مكان آخر دون فقدان غاز التبريد. في الأيام القادمة سأقوم بشرح الوحدة الخارجية للمكيف والوحدة الداخلية أيضا للمكيف وتفكيكها وشرح كامل أجزائها وكيف يعمل المكيف الهوائي. لا تنسون بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة. كما تلاحظون هنا قمنا بكامل العملية، يمكنك نزع الكهرباء عن المكيف، فصله. وهناك من يسأل يقول لك في فصل الشتاء إذا كانت درجة حرارة منخفضة جدا المكيف لن يشتغل على التبريد. في هذه الحالة إذا كانت درجة حرارة أقل من 10 أو أقل من 15 نشغله على التسخين، ثم عندما يشتغل المكيف يبدأ يعمل الوحدة الخارجية نقوم بنزع السلك الكهربائي الذي يغذي الإلكتروفان، أو التي هذا هو السلك الخاص بالإلكتروفان العاكس الذي يعكس إلى التبريد. لما نزيل هذا السلك الموجود هنا في رقم 4 يرجع المكيف يعمل تبريد معنا ويمكننا استرجاع الغاز بطريقة عادية. أما إذا كان يعمل تسخين فلا يمكنك استرجاع الغاز ولن تصلح العملية معك إخواني. هذا هو شرحنا لنهار اليوم، أرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل إخواني.
انتظرونا في دروس قادمة إن شاء الله، وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.